قوله تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق فيه نهي من أن يقال على الله عز وجل إلا بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الذي جاء به جل وعلا في كتابه أو جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه ليس من الحق في شيء. ومن ثم فإنه لا يجوز لأحد أن يقول قولا في شرع الله عز وجل لم يأتي عليه دليل، ولا يجوز له أن يتقول على الله ما لا علم له به. ولذا قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم.